بس دايما انت عشان تكون بطل لازم تكون قوي. هتقوي ازاي؟ البطل لازم يكسب كتير، تكسب ماتشات كتيره، تخسر قليل جدا وتتعادل قليل جدا. فدي الاستراتيجيه اللي المفروض يبقى نادي الزمالك فيها في فتره التوقف ويشتغل عليها، سواء معتمد او مجلس الاداره، سواء في استخدام بقى فك وقيد، هنجيب لعيبه، المراكز اللي هنجيبها ايه، زي طبعا قرار مجلس اداره انا ما اقدرش اتكلم فيه، دي حاجه خاصه بمجلس اداره. لكن انا بتكلمك عن رؤيتي كفنيه، الرؤيه الفنيه ليا اللي انا عايز الزمالك الفتره بتاعه التوقف استفاد منها، فكيت القيد، طب افك القيد، يبقى في تدعيم للعيبه، وده الطبيعي ان الزمالك يدعم، او اي فرقه في العالم بتدعم، ريال مدريد بيدعم وبرشلونه وكده، فالزمالك مش هتدعم كل، يعني محتاج لك خمس ست لعيبه. اذا كان ريال مدريد بيدعم وبرشلونه بيدعم، احنا يا كابتن محتاجين ايه؟ محتاجين طبعا تدعيم، بس انت اهم حاجه ايه؟ انتقاء المراكز اللي انت محتاج تدعم فيها. في مراكز عندنا، في مراكز فيها لعيبه كويسه، بس محتاجين ايه؟ شويه تدريب كويس، شويه ثقه، شويه تعامل نفسي جيد. لكن دايما انت ما بتدعم، انا ما بدعم كنادي الزمالك، انا بلعب على المكسب، فالتدعيمات بتاعتي بتبقى مختلفه. بدعم دايما ايه؟ في الخطين القداميين اكتر، يعني خط الهجوم وخط النص اكتر. التدعيم في الخط الدفاع ممكن اتنين لعيبه، لان ممكن الونش هيرجع لك بالسلامه ان شاء الله، محمود علاء لو اتعامل نفسي كويس هيبقى تمام، لعيب كويس مش وحش، مصاب ان شاء الله يرجع بالسلامه، حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد المسلوسي ماشي الموسم ده امتياز، عبد الله جمعه لو خد، فتوحه خلاص مشكله فتوح خلصت ورجع، عمر جابر ابتدى الماتشات اللي فاتت بقى كويس. فعندك يعني ايه؟ فعندك ايه؟ عندك محتاج بقى مهاجم، محتاج لاعب ناحيه اليمين، واحد 8 اللي هو واحد 6 لا واحد 6 واحد 8 يبقى عشان يبقى فيه منافسه، واحد لاعب كوره برده كده، أيوه. مع اوباما برده هما الاثنين، بيبقى عندك ايه المدير الفني يبقى ايه؟ بيبقى محتار هلاعب ده ولا ده ولا. لكن دلوقتي اي يعني اي مدير فني هيجي ما برده بيبقى مظلوم، يعني يعني الادوات اللي عنده فلان وفلان 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 دول اللي هيلعبوا البدلاء معروفين، لكن لما يبقى عندك مثلا 22 23 لعيب مستويات متقاربه، تقدر حتى لو لعيب بيتدلع هتقعده، عارف ان حد بيدبدب وراه كده، لا انا موجود في مكانك وبتمرن كويس ومستني فرصه. فاتمنى الفتره الجايه تبقى الاستفاده فيها من كل شيء يفرح جمهور نادي الزمالك ويدعم جمهور نادي الزمالك. وانا بقول يعني الناس الزملكاويه طبعا، جمهور والناس اللي في النادي وكل الناس اللي هي زملكاويه، ايه دايما خليك مع نادي الزمالك، دايما استحمل، مفيش فرقه هتكسب على طول يا ابو العيلة، ولا فرقه هتخسر على طول، بس العيب ان انا ما كنت شايف حاجه غلط ومعالجهاش، خطا فني ومعالجهوش. يمكن انا دايما لما بطلع اتكلم يمكن الناس يقولوا حمد عبد اللطيف قاسي شويه في قناه الزمالك، بس انا لو ما قلتش كده ما بقاش انا زملكاوي، يعني لو ما شفتش خطا فني واتكلمت فيه، حتى لو احنا كسبانين، يعني في اخطاء وانت كسبان وفي اخطاء اكتر وانت خسران، انا حتى وانت كسبان ممكن تتكلم في اخطاء فنيه حصلت، لان انا عايز النادي بتاعي يبقى كويس، لكن انا ما اتكلمتش يبقى انا راجل مش زملكاوي.